تحقق حلم الطفلة مريم جعيب في اليوم العالمي للطفولة بمنحهم سكن جديد بدوار قهوة الخميس بأعالي جبال تشتا بولاية عين الدفلة من طرف المكتب البلدي العبادية لجمعية كافل اليتيم. اليوم فرحتان، فرحة عيد الطفولة أو اليوم العالمي للطفولة، وفرحة تسليم السكن لهذه العائلة المعوزة اليتيمة. طبعا اليوم بالنسبة للتلاميذ والأطفال الصغار كانوا يعني في حالة يرثى لها، يعيشون فقر مدقع وصعوبات كبيرة في العيش، لكن اليوم الحمد لله هذه الطفولة هذه أصبحت تعيش في بكرامة وتعيش في 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 سكن لائق. للطفولة أول جوان 2021 ارتأينا نحن كجمعية كافل اليتيم فرع العبادية بهذه المناسبة الطيبة، يعني تسليم السكن لأرملة وخمس أولاد. بهذا اليوم إن شاء الله يعني ارتأينا أننا نجيب هذه الأطفال الأيتام وعندهم غرفة خاصة، يعني نبارك بهذه الفرحة تاعهم وهذا اليوم الطيب، فرحة لا توصف. نشكر كل من ساهم يعني في هذا اليوم الطيب من أجل طفولة أفضل ومستقبل أفضل لأطفالنا. كذلك نشكر كل المساهمين في هذا المحسنين، نشكر قناة الشروق. مبادرة متميزة وفكرة رائدة لزرع الابتسامة والفرحة في نفوس طفلين يتيمين في عيد الطفولة. اليوم 1 جوان 2021 أحسن يوم في حياتي وأكبر فرحة في منذ الطفولة. نشكر الجمعية على منحنا هذا السكنة، واليوم أني دايرة حفلة في الغرفة تاعي الجديدة، ونشكرهم بزاف بزاف وبارك الله فيكم. هنا من دوار قهوة الخميس ببلدية تشتا صور رائعة عن الشعب الجزائري، صور التضامن، صور التلاحم، صنعتها جمعية كافل اليتيم مكتب العبادية. فرحة كبيرة لطفلين يتيمين في اليوم العالمي للطفولة. الشكر الكبير لكل من ساهم في هذا العمل التضامني من المكتب البلدي العبادية لجمعية كافل اليتيم، إلى كل المحسنين، إلى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذا العمل التضامني.